بجهود فردية وإمكانيات قليلة وعزيمة قوية، أطلق شباب هؤلاء حملة تطوعية لترميم مستشفى تساوى القروي. المشاركون في المبادرة أكدوا أنهم تنادوا بعد عجز الحكومات عن القيام بواجبها تجاه الأهالي ليتبرعوا بالمعدات والمستلزمات لإنجاح الحملة. تنادوا أهل المنطقة لصيانة بعض لترميم بعض إطارات المستشفى الخاص بالمستشفى من الفناء الخارجي للمستشفى، فقام أهل الشباب تساوى بالتنادي والتطوع لترميم المستشفى نتيجة لتهالك لعدم صيانته منذ السنين، يعني من تأسس في السبعينات ولم يتم صيانته حتى لحد الآن. رغم الظروف الصعبة التي يعانيها الجنوب، إلا أن أبناءه يواصلون تحدي الظروف عبر إشغال وقتهم بأنشطة تطوعية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ليؤكدوا مجدداً أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. بكل جراءة بكل قوة، حقيقة هؤلاء الشباب اللي يستحقوا التكريم والثناء، حقيقة لا أود أن أطول عليكم، لكن هؤلاء هم الشباب الذين يحتاجوا كل التحية وكل احترام منا. شباب واع يدرك قيمة النهوض بالدولة ومؤسساتها ودفع عجلة التنمية إلى الأمام في الوقت الذي تعاني فيه البلاد ظروفا صعبة. حقيقة نبو بدل من جهات الاختصاص، وزارة الصحة تساعد هالمواطنين، ها عندهم مجهودات، يعني دايرين مجهوداتهم بإمكانياتهم الخاصة، كل واحد اللي هو مقدم ما يستطيع من فعل، يعني في اللي رغم من الظروف، واحنا طبعا بعيدين عن العاصمة. تنادى شباب تساوى ووادي عتبة والمناطق المجاورة لها لتلبية نداء دولتهم والعمل على ترميم مستشفى تساوى القروي، ليبذلوا الوقت والمال في سبيل إعادة الإعمار وإضافة لمسة جمال لقريتهم.